ثابت سعادتك، احنا الجلسه اللي فاتت طلبنا التصريح باستخراج المستندات المتؤكد قيام المتهم بطرق منطقه الزاويه الحمراء. سعادتك دي صوره، انت مسجل يا تامر؟ ليك قضايا مخدرات؟ قضيه واحده سعادتك كانت 2020، هو ذكر ان هو سبق اتهامه في عدد قضايا وطلبت النيابه العامه صحيفه الحاله الجنائيه الا انها لم مرفقه سعادتك في القضيه، وهو سبق اتهامه في قضيه واحده 2020 وهي دي كانت القضيه اللي قام بيها برضو احمد بدر وكانت سبب قيام المتهم بترك منطقه الزاويه الحمراء. تمام سعادتك؟ قدمنا سعادتك صوره رسميه من الحكم الصادر على دعوى صحه التوقيع اللي مضمونها قيام شقيق المتهم، لان الشقه دي سعادتك كانت ملك شقيقه وهم كانوا مقيمين فيها. دي سعادتك دعوى صحه التوقيع الحكم اللي صادر فيها اللي مضمونه قيامهم ببيع الشقه. وده سعادتك صوره تبقي الاصل من وجه الحافظه اللي تم تقديم فيها العقد البيع المؤرخ في 15/2/2021 اللي موضح بيها ايضا برضو سعادتك ان تم بيع الشقه من سنه ونص. اذا المتهم لم يكن له محل اقامه في منطقه والعقار والعنوان اللي ذكره مجري التحريات في محضره. النقطه الثالثه سعادتك النهارده لما يجي النهارده السيد محرر المحضر يكون ويذكر في تحرياته المراقبه الميدانيه والدقيقه، اي مراقبه ميدانيه ودقيقه؟ النهارده سعادتك بالقياس على مثال اخر، لو شخص ما ذكر اسمه محرر المحضر واتضح للنيابه العامه ان هذا الشخص قد اعتنق الدين الاسلامي واشهره، لكن السيد مامور الضبط القضائي ذكر اسمه قبل ما يعتنق الدين الاسلامي، ده دليل سعادتك النهارده على عدم اجراء جلديه التحريات، لان لو كان ده مثال سعادتك، لو كان الضابط اجرى تحرياته بالفعل كان عرف ان فلان الفلاني دوت اعتنق الدين الاسلامي وغير اسمه. فالنهارده سعادتك لو كان المامور الضبط ده قام باجراء التحريات، خاصه سعادتك قعد 14 ساعه والف الفاظ تحريات ميدانيه ودقيقه، يعني معنى كده ان هو توجه للمنطقه وليه بعض المصادر السريه والشخص سبق اتهامه قبل كده. اذا فالمفترض سعادتك كان يوضح، محكمه النقد قالت لو كان ليه محل اقامه اخر كان ينوه عنه، لكن هو سعادتك هنا اكد انه مقيم، واكد ايضا في اقواله امام النيابه العامه لما النيابه العامه سالته قال تحرياتي توصلت انه مقيم. فاذا سعادتك لو كان صحه روايه السيد محرر المحضر كان المفترض سعادتك يقول ان هو بيتردد، لو كان فيها جدية تحرياته سعادتك كان يقول يتردد على منطقة القصيرين. المتهم لما سئل أمام النيابة العامة قال أنا محل إقامتي 3 حارة شاب إمام شارع النصر الزاوية الحمراء اللي هو العنوان اللي أثبته الضابط في محضر التحريات. تمام لا المتهم سعادتك هنا دي في قصور في تحقيقات النيابة، لأن المتهم لم يحضر معه دفاع. متهم قدم أمام النيابة العامة هو لا يعلم أي شيء عن المحضر الذي قدم عليه. النيابه العامه لم تثبت ايضا انها انتدبت محامي. ملحوظه. اذا النهارده سعادتك المتهم لما اتسال قال انا اتقبض عليا 3/2. امتى؟ الساعه 8 وهو لا يعلم نوع المحضر او التاريخ او الوقت اللي تم فيه تحريره. لو كان معاه محامي سعادتك حاضر معاه التحقيق كان هيقول له قول انت اتقبض عليك وقت كذا. لكن المتهم النهارده سعادتك النيابه اجرت التحقيق مباشره وليس هناك حاله من حالات التلبس. ولا في وجه من وجه السرعه وما ثبتتش ملحوظه انها انتدبت او بعتت مندوب من كابت المحامين لاستدعاء محامي لحضور مع المتهم. كل ده سعادتك ما اتثبتش النهارده. المتهم اتكلم وقال وذكر وقعت الضبط الحقيقيه اللي تمت عليه، قال انا اتقبض عليا 3/2. المتهم سعادتك ليه شقيق مقيم في منطقه اسمها عبود في الزاويه بعيده تماما عن منطقه القصيرين، وهو ما مقيم اساسا في مركز اوسين. لما ساعات هو بيعمل سائق لما بيسلم السياره اللي بيعمل عليها وبيلاقي الوقت اتاخر بيتوجه لمنطقه الاسرين، يبات عند منطقه اللي هي العبود اللي هو اخوه مقيم فيها، وبعد كده يرجع ياخد العربيه تاني ويمشي، ولو لقى نفسه قريب من منطقه الجيزه بيرجع على مركز اوسين. لكن سعادتك الثابت من المستندات ومن اقوال الشهود ان المتهم ليس له محل اقامه في منطقه ايه؟ الزاويه الحمراء. علاوه على ذلك سعادتك والحاضر دفع بطلان صدور الاذن لعدم وجود التحريات. النهارده سعادتك كده سيد مامور الضبط القضائي مفيش اي تحريات اجراها، اثبت ان المتهم عاطل والمتهم في تحقيقات النيابه العامه اثبت ان هو سائق. النهارده لو كان حضر دفاع مع المتهم او محامي في النيابه واوضح له كان هيقول العنوان اللي هو مقيم فيه، الا ان هو فوجئ ان هو معروض على النيابه بعد 3 ايام. اهليته ما تعرفش سعادتك، لو كانوا يعلموا ان هو تم القبض عليه كان عملوا ورقيه او تلغراف او اي حاجه. فالنهارده سعادتك مفيش تحريات،
طب لو هنرجع للاساس الا وهي حاله التلبس، لما سئل السيد محرر المحضر عن الوهله الاولى اللي شهد فيها، ما انا النهارده بقى كده لا عندي اذن ولا في تحريات ولا في اي حاجه، يبقى انا هشتغل النهارده. ما هو الحاله الثانيه اللي بتجيز القبض والتفتيش حاله التلبس. لما اتسال امام النيابه العامه ما هي الوهله الاولى اللي شهدت عليها المتهم، قال انا شهدته امام منطقه ايه؟ عقار. يعني مفيش حاله من حالات التلبس اللي تستدعي، ليس هناك اي مظهر من المصائر الخارجيه اللي تستدعيك ان انت تتوجه ناحيته وتقبض عليه، لا شافوا عمليه بيع وشراء، لا شافوا مخرج لماده بنيه داكنه اللون او ماده مخدره او اي نوع من انواع المظاهر اللي تستدعي توجهه. ما هو النهارده سعادتك انا لا عندي تحريات ولا عندي اذن، التحريات غير جديه، ومحكمه النقد اوضحت ان على المحكمه في حاله الخطا، النهارده الخطا سعادتك مش في رقم الدور ولا في عنوان العقار. ده بيقول ان هو مقيم وهو ملوش محل اقامه. اذا سعادتك فده دليل على عدم جديه التحريات وبطلان التحريات. فاذا سعادتك لو اتجهنا للاصل وهي حاله التلبس منعدمه كمان. دليلي على كلامك لما سال، دليل على كلام سعادتك لما اتسال امام النيابه العامه هو اكد، اكد قال انا شفته واقف امام منطقه عقاره. طب النهارده سعادتك الدليل على اصطناع الروايه ديت من قبل السيد محرر المحضر لما تحصل على الاذن، هو نزل دور عليه في منطقه القصيرين ولا توجه على منطقه سكنه اللي احنا اثبتنا سعادتك ان هو غير مقيم فيها؟ النقطه الثانيه سعادتك ان النهارده التجهيل، ما احنا كده بقى المتهم مش مقيم في منطقه القصيرين ولا ثلاثة حاره رشاد امام، منطقه التجهيل اوضحت محكمه النقد ان تجهيل المنطقه المتواجد فيها المتهم سعادتك ده يعتبر دليل على عدم جديه التحريات. محكمه النقد قالت لو تم التجهيل، قالت ان فلان والله بيتاجر في المنطقه كذا، ده يعتبر سعادتك تجهيل، فده يؤكد سعادتك النهارده عدم جديه التحريات. النهارده المتهم لما يمثل امام النيابه العامه ويقول انا اتقبض عليا 3-2، قوله المتهم سعادتك بالمستندات واقوال الشهود تؤكد صحه وروايه واقوال المتهم امام النيابه العامه. تنقل على جزئيه ثانيه، انت قلت الكلام تمام سعادتك. النقطه الثانيه سعادتك النهارده احنا بنتشرف بتقديم صوره ضوئيه من عقد الايجار اللي بتفيد ان هو مقيم، تكمله سعادتك هو انا سعادتك النهارده جزئيته كلها حاجه تانية هتقدمها؟ ايه؟ سعادتك اه حافظه مستندات توضح ان المتهم سعادتك متزوج وعائل لثلاث بنات وزوجه. سعادتك بس استاذن المحكمه في مطالعه صوت 3/12، باكد باكد ان السيد مامور الضبط، انا عايز انفي سعادتك النهارده واوضح للمحكمه ان السيد مامور الضبط القضائي لم يجري اي تحريات، ولو نظرنا لحاله الاصل حاله التلبس هنجدها منعدمه. النهارده سعادتك ما هي اما تسمي سؤاله ما هي الوهله الاولى؟ قال انا ابصرته واقفا بالقرب من منطقه سكن. يعني سعادتك النهارده ما شاهدوش في اي حاله من حالات التلبس اللي تستدعي التوجه نحو القبض عليه، يبقى اذا انا النهارده سعادتك القبض والتفتيش لا في اذن ولا في تحريات ولا في حاله التلبس النهارده، فده يؤكد سعادتك ويوضح للمحكمه ان المتهم تم القبض. اذن ثابت عندك ايه؟ في اذن في ال ما هو الاذن سعادتك تم بناؤه على التحريات اللي اوضحنا انها ما تمتش، يبقى اساسا الاذن فيه بطلان في صدور الاذن اساسا لان ما فيش تحريات سعادتك. بناء عليه بناء عليه سعادتك انا بلتمس البراءه. اخر جلسه اتفضل. تامر بيومي عباس حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة تامر بيومي عباس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم 50,000 جنيه عما ينسب إليه بالنسبة للتهمة الأولى، ومعاقبة تامر بيومي عباس بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 1,000 جنيه عن التهمة الثانية ومصادره المخدر والسلاح الابيض المضبوطين. اتفضل.